بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن نقف أمام السفارة السعودية في لندن في كل يوم أربعاء لنوصل صوتنا إلى هؤلاء الحكام الذين يحكمون أقطارنا العربية وعلى رأسهم السعودية وحاكم قطر وحاكم البحرين. نحن هنا اليوم نرفع صوتنا ونناشد كل أحرار العالم ليساندوا أحرار البحرين في انطلاقهم إلى الحرية وإلى العدالة وإلى المساواة والانتصار على الظلم. نحن هنا نقف ونقول للعالم كله هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، وسنقاوم إلى نصر البحرين، إلى أن تتحرر البحرين بعونه تعالى. والسلام عليكم.